السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني الكرام، معكم أخوكم عيسى من قناة إيساند أدفنتشرز. اليوم راح أتكلم عن نكتة بولستايف البين بوينتر. هذا البين بوينتر أنا استخدمته من سنة 2019، بالتحديد شهر 11، مع هذا الكويل دايف كويل أو السكوبا كويل بقياس 5 إنش. طبعا هذه القطعة ساعدتني كثير في أني أتحصل على أعماق أكبر من الأعماق اللي راح يحققها الجهاز لوحده. هذه القطعة الوحيدة اللي أنا أملكها في العالم. ما أدري ليش الشركة ما رضت تصنع هذه القطعة وتجعلها للبيع. كانت تجربة من الشركة على هذه القطعة لجل أن تسوقها، ولكن ما أعلم حقيقة شو الأسباب اللي منعت الشركة أن تسوق هذه القطعة، وأنا محظوظ حقيقة أني قدرت أتحصل عليها، لأني كنت ألح على الشركة بشكل دائم وأسألهم متى راح تنزلون هذا المنتج، كنت أتابع معاهم بشكل دائم، فقالوا لي إحنا راح نبعث لك إياها كهدية وما راح نعلن متى بالضبط راح نسوق هذه القطعة. القطعة هذه صارت لها معاي تقريبا أكثر من سنتين إلى سنتين ونص، وللآن الشركة ما أعلنت أو ما قامت ببيع هذا المنتج. هذا المنتج استخدامه جدا سهل. طبعا يتكون من طبقة نحاسية بالداخل، تكون في طبقة نحاسية تساعد على تقوية الجهاز ليصل إلى أعماق أكثر، يعني ترفع الحساسية في الجهاز. تركيبه جدا سهل مع الجهاز، تركبه في القطعة اللي في الأعلى هذه مثل ما انتم شايفين أخواني الكرام بهذه الطريقة، ركبت القطعة مع الملف هذا أو السكوبا كويل، تركب بهذه الطريقة توصلها لأعلى حد. لما ترجعها للأسفل الجهاز أو البين بوينتر راح يعطيك العمق العادي اللي هو شغال عليه طبعا للحساسية الأعلى اللي فيه، ولكن لما ترفع هذه القطعة لأقصى حد بهذه الطريقة راح يزيد معاك العمق ما يقل عن من 2 سنتي إلى 3 سنتي 1 إنش أو يزيد. طبعا استخدامه على الطبيعي يفرق عن الاير تيست مثل ما قلنا، فجهاز هذا أو البين بوينتر صار يجيب معاي أعماق أكبر، وتركبه بهذه الطريقة صار البين بوينتر عندنا جاهز، والقطعة هذه راكبة معاه وتقدر تشتغل عليها بكل سهولة. لما ترجعها قلنا للأسفل ما راح تشتغل معاك وما راح تعطيك العمق الإضافي، ولما ترفعها راح تعطيك عمق ما يقل عن 1 إنش. وراح نعمل إير تيست بدون القطعة هذه لما نرجعها للأسفل، ولما نرفعها للأعلى راح نشوف الفرق في العمق في التجربة اللي راح نعملها، وخلوكم وياي. هذا العمق بدون استخدام القطعة المساعدة يصل إلى 7.5 سنتي. وهذا العمق باستخدام القطعة المقوية يصل إلى 10 سنتي، أي بزيادة 2.5 سنتي.